السعودي فتح الباب للاعبين الاخرين. بالتاكيد اظن انه هو سفير الكره السعوديه الان، وهو الذي المراه التي سترى به اللاعبين الاخرين اللاعبين الكبار للقدوم هنا. يعرفون ان بما ان قدوم رونالدو هو اصلا هنا هو ثقه وامان. نتكلم على ايسكو، على مودريتش، هناك لاعبين كبار ليس لن سيأتوا الآن لكن سيأتوا. الآن أصبحت السعودية هي الخيار الأول لبعض اللاعبين. لا أعرف إلى متى سيذهبون، لكن من بين الأفضل يعني الدوريات أصبحت، لأننا نرى أن رونالدو قادم إلى هنا واللاعبين الذين قدموا من قبل يعرف أن فيه نية من طرف الكرة السعودية على ضم لاعبين كبار. ملف كريستيانو وقف الله بالتوفيق للنصر.